السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بالعناوين. يوم جديد في مصر يتعهد بالوفاء للشهداء والقصاص من القتلة، وغدا جمعة الغضب. ميدان رابعة يختنق برائحة الموت، ومدينة أشباح تحت حراسة الشرطة والجيش. وصنعاء تنتفض في مسيرة بعشرات الآلاف للتنديد بمجازر الانقلاب في حق أنصار الشريعة. أهلا بكم، بداية النشرة أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. عادت أجواء التوتر إلى عدة مدن مصرية بعد ساعات قليلة من الهدوء الذي أعقب أحداثا دامية شهدها ميدانا رابعة العدوية ونهضة مصر، اللذان أحرقا بالكامل من قبل قوات الجيش والأمن، وسقط فيهما آلاف الشهداء والجرحى من مؤيدي الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. عدة مدن مصرية شهدت اليوم تشييع جنازات لعدد من الشهداء الذين سقطوا خلال عملية الفض أو خلال اشتباكات اندلعت في الشوارع بين المواطنين الغاضبين الرافضين للمجازر وقوات الأمن وبلطجية. ففي قرية العدوى بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، مسقط رأس الرئيس مرسي قطع عدد من الأهالي طريق الزقازيق أو أبو كبير المار أمام القرية لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عملية الفض، كما وضعوا المتاريس فوق قضبان السكك الحديدية القريبة. وفي محافظة بني سويف جنوب القاهرة التي سقط فيها 19 شهيدا في اشتباكات أمس، عاد مؤيدون لمرسي إلى التواجد في محيط مديرية الأمن، كما أحرق محتجون غاضبون محلا تجارية وسيارات بحسب شهود عيان. وأعلنت جماعة الإخوان في محافظة الإسكندرية الساحلية شمالا عن تنظيم مظاهرة اليوم، مؤكدة أنها ستستمر في التظاهر ولن تلتزم بحظر التجوال. كما تم تنظيم مسيرات غاضبة اليوم في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والسويس والإسماعيلية وغيرها من المحافظات، تعهد المشاركون فيها بالقصاص من القتلة والوفاء للشهداء واستمرار الصمود حتى عودة الرئيس محمد مرسي لمنصبه وإنهاء الانقلاب العسكري. هذا وأعلن القيادي بالتحالف الوطني المؤيد لمرسي عن تنظيم تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد غدا تحت شعار جمعة الغضب. لو تلبس لجان أو تموت الكلام، لو تفض الاعتصام أو تكسر. تداول ناشطون على الانترنت مقطع فيديو يظهر قيام عدد من جنود الأمن بقسم شرطة ناصر بمدينة بني سويف، أظهرهم وهم يقومون بتغيير ملابسهم العسكرية بملابس مدنية ويقومون بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. تفوح رائحة الموت من كافة جنبات ميدان رابعة العدوية، وذلك بعد يوم واحد من قيام قوات الأمن بفض اعتصام أنصار الرئيس المصري محمد مرسي، ما خلف ما يقارب 3000 شهيد وآلاف الجرحى.
الميدان الذي استعاد حركة السير فيه صباح اليوم لأول مرة منذ 48 يوما بدا وكأنه يحمل آثار مدينة للأشباح، فيما احترقت نحو 150 سيارة وأطنان من المستلزمات الخاصة بالمعتصمين الذين اختلطت أشلاء بعضهم بما بقي من آثار التهمتها النيران التي أشعلتها قوات الجيش والأمن بعد فض الاعتصام. هذا وتعمل عناصر الدفاع المدني على إزالة كافة آثار الاعتصام، فيما تتولى قوات الشرطة والجيش بمتابعة إزالة الخيام بشكل دقيق في محاولة لمعالم الجريمة البشعة. تحول مسجد الإيمان القريب من مسجد رابعة العدوية إلى مشرحة كبيرة استقبلت نحو 350 جثة، فيما تواصل وصول الأهالي إلى أمام المسجد لاستلام جثامين أبنائهم الذين استشهدوا أمس في ميدان رابعة العدوية على يد الجيش والشرطة. الطريق إلى مسجد الإيمان روى بعضا من فصول القصة الدامية، حيث اختلطت أعقاب السجائر على قارعة الطريق مع فوارغ الرصاص من كافة الأنواع. المواطنون قالوا إن المنطقة التي أمام بوابة مسجد الإيمان أو مشرحة الإيمان والتي اختلفت فيها الوجوه واللهجات من أقصى الصعيد جنوبا إلى مصر أقصى الشمال كان يوحدهم ألم الفقدان الأحبة من الأبناء والإخوة والأزواج والآباء والأصدقاء. في غزة بفلسطين نظم الآلاف مسيرة شبابية للتنديد بالمجازر التي تعرض لها أنصار الرئيس المصري محمد في عدد من ميادين مصر يوم أمس. مراسلتنا أسماء كساب والتفاصيل. لنؤكد على رسالة الدم الواحد. على أثر هذا الانفلات الأمني الذي شهدته محافظات مصر وأوقع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين، دعا الإطار الشبابي في غزة لتظاهرات لنصرة الشعب المصري ضد ما وصفوه بالمذابح المروعة. نحن اليوم الآن في ميدان فلسطين في الساحة في وسط غزة الإباء في قطاع غزة الحبيب لنرسل رسالة إلى إخواننا وأحبابنا في مصر العزة والإباء، في مصر الشقيقة، أن الدم المصري هو الدم الفلسطيني، هو دم واحد، لا فرق بين الدم الفلسطيني والدم المصري. من غزة تحية إلى رابعة العدوية. بهذه الهتافات عبر الغزيين من أطفال ونساء وشباب وقفتهم إلى جانب الشعب المصري. بوجه رسالة الشعب المصري إنهم يضلهم هادين وخلوا مسيراتهم واعتصاماتهم سلمية، مش تكون بالحرب وهيك، وضلهم صابرين ومرابطين على الدين الإسلامي. أنا أأمل إنه إن شاء الله تزرع الشرعية. الشعب المصري عنده إصرار وعنده ثبات وعنده قوة وعنده عزيمة انه يرجع الشرعية. رامي محمد حسن مواطن مصري جاء الى غزة لزيارة احد اقاربه، لتكون الفاجعة له انه لن يستطيع العودة الى بلاده والوقوف بجانب شعبه بسبب اغلاق معبر رفح البري. انا ما ملكش اي شيء ان انا اقدر اعمله غير ان انا انزل الوقفة دي ضد المذابح واللي حصلت في مصر. ده كل ده انتهاك لحقوق الانسان بمنتهى الدموية. انا عايز كل المصريين ينزلوا الشارع يدافعوا عن الناس اللي ماتت، كل المصريين، وكل المصريين نازلين ان شاء الله. هي دي بداية نهايتهم، هي بتبتدي كده. انت فضيت الاعتصام، طب شوف بقى الناس اللي هتطلع لك في الشارع. وخوفا من تدهور الاوضاع اعلنت السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين حتى اشعار اخر، وانتظار ما ستؤول اليه الساعات القادمة. من جديد جاءوا ليؤكدوا وقفتهم الى جانب الشعب المصري الشقيق استنكارا للمذابح والمجازر المروعة التي تقترف بحقهم. اسماء كساب لقناة سهيل الفضائية، غزة فلسطين. الى ذلك وعلى صحيح خرج عشرات الالاف من شباب الثورة في اليمن بصنعاء في مسيرة حاشدة جابت عددا من شوارع العاصمة تنديدا بالمجازر التي ارتكبتها أمس الأربعاء سلطة الانقلاب بمصر بحق المعتصمين السلميين. هي صنعاء انتفضت بروح الثورة ولواء الحرية
ضد البيادة والدبابة التي تريد وأد الحرية في مصر من جديد بأي ثمن كان، لإعادة إنتاج الماضي البغيض الذي يحكم بسياسة ما أريكم إلا ما أرى، لكنها سياسة قد فات أوانها في ظل شعوب تعشق الموت في سبيل الحرية كما تعشق تلكم السياسة الحياة في سبيل الذل. عشرات الآلاف من شباب الثورة اليوم بصنعاء خرجوا في مسيرة حاشدة جابت عددا من شوارع العاصمة، انطلاقا من شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء ووصولا إلى ميدان التحرير بالقرب من السفارة المصرية، وذلك تنديدا بالمجازر التي ارتكبتها سلطة الانقلاب بمصر ضد المعتصمين بميداني النهضة ورابعة العدوية. ولكن دماءهم لن تذهب، وإن الله عز وجل جاعل لهم فرج ومخرجا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هي ردود أفعال غاضبة ومنددة ومستنكرة لعملية الفض الدموي للمعتصمين المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي، فهو غضب يمني وجزء من غضب دولي وعربي. عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية. المشاركون في المسيرة حملوا سلطة الانقلاب بمصر كامل عما حدث ويحدث من إراقة للدماء وإزهاق للأرواح التي حملت لواء السلمية وهتفت للحرية والشرعية، مطالبين المجتمع الدولي بوعد لمجازر الانقلابيين وحماية القوانين الدولية التي كفلت حق التظاهر السلمي. إلى ذلك عبر عدد من ثوار وثائرات صنعاء عن استيائهم الشديد لمحاولة وأد الثورة المصرية وإعادة إنتاج الماضي بكل صوره وأشكاله، معبرين عن تضامنهم الكامل مع ثوار مصر. خرجنا اليوم من أجل تلبية نداء الواجب، لا حرمة لدم مسلم ولا حرمة لعرضه. أين كان هذا الحقد؟ هذا حقد صليبي، حقد صهيوني. حتى الصهاينة في 25 يوم ما عملوا في غزة ما عملوا هؤلاء في يوم. هذا إجرام، هذا ما هذا، ماذا نسميه؟ هذا كله من أجل إخواننا في مصر. نحن إخوان في الدين فلن نتركهم ولو لحظة ولو حتى حين. سنريك يا سيسي من نكون. نحن نقول هذه مجزرة لم نرى لها مثيل في التاريخ، لا في فلسطين ولا في سوريا ولا في أي مكان في العالم. في خلال يوم واحد الأطفال المخ يخرج لبرع، الرصاص المتفجر في داخل الرأس، حالات الأطباء التي يوصفوها لم يشهدوا لها مثيل في العالم كاملة. والله تدمى لها العيون وتدمى لها ويبكوا لها الأطفال ويبكوا لها النساء. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن خرجنا اليوم نستنكر وبشدة المجزرة وحرب الإبادة على إخواننا المعتصمين السلميين في مصر، وقد نعلم ونعلمنا أن الجيش هو في خدمة الشعب ليس في قتل الشعب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولن نرضى ولن نستكين حتى تنتفض جميع شعوب العالم يستنكرون هذا الظلم الذي وقع على إخواننا في مصر. أن إرادة الشعوب لن تقهر، ومهما سفكت الدماء ومهما ارتكبوا من جرائم فإن الحق سينتصر في النهاية، والله أكبر والعزة للإسلام. خرجنا نندد بما قام به السيسي وأعوانه والمنافقين وكل الدول المساهمة. المشكلة أنها مسلمة وتقوم بدعم على قتل الدم المسلم، مع معروف يعني لهدم الكعبة حجرا حجرا خير من إراقة دم مسلم. فإننا ندعو أحرار العالم إلى الوقوف مع الشعب المصري الذي يتعرض لإبادة وإلى محارق وإلى إجهاض لهذه الثورة وإعادة فلول النظام السابق، وهذا يعني وصمة عار في جبين الشعوب العربية إذا لم تنتفض وتخرج. جابت مسيرة حاشدة شوارع محافظة ذمار احتجاجا على مجزرتي فض اعتصامات ميداني رابع العدوية والنهضة التي ارتكبها الجيش والأمن المصري يوم أمس، وراح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى.
وعبر المتظاهرون عن إدانة الانقلاب العسكري مؤكدين أن إرادة الشعب المصري الحر لن تنكسر مهما كانت التضحيات. وطالب المتظاهرون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بإصدار بيان إدانة لعمليات سفك دماء الأبرياء في ميادين مصر. كل الشعب المصري كبر، كل الشعب المصري كبر، يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر. كما جابت مسيرة حاشدة شوارع محافظة الحديدة للتنديد بمجزرتي فض اعتصامات ميداني رابع العدوية والنهضة التي ارتكبها الجيش والأمن المصري يوم أمس. المتظاهرون عبروا عن إدانتهم للانقلاب العسكري مؤكدين بأن إرادة الشعب المصري الحر ستنتصر بإذن الله. قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية إن القوى التي دعمت وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي شريكة في مجزرتي ميداني النهضة ورابع العدوية في القاهرة، في إشارة إلى القتلى الذين سقطوا خلال عملية فض الاعتصامين وما تلاها من اشتباكات يوم أمس. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أكد الغنوشي الذي تقود حركته للائتلاف الحاكم في تونس أن من ساند السيسي في انقلابه على الديمقراطية شريك في المجازر، سواء أكان ذلك بإرادته أم بدونها. وانتقد الغنوشي القوى السياسية الليبرالية والتقدمية التي ساندت الانقلاب على الديمقراطية في مصر واحتفلت بالمجازر، داعيا القوى الحرة في العالم إلى مساندة حق المصريين في التظاهر والاعتصام طلبا للحرية والديمقراطية. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو معلقا على الأحداث الأخيرة الدامية في مصر إنه لا يمكن القبول بممارسة العنف ضد المدنيين الذين أعربوا عن مطالبهم المشروعة بطريقة سلمية. داود أوغلو أوضح أن عدم الاستقرار في مصر سيؤدي إلى تأثيرات في رقعة جغرافية واسعة ويثير النزعة الأصولية في المنطقة، مؤكدا على أهمية إجراء عملية سياسية يكون للجميع تمثيل فيها وتتكلل بالنجاح. وعبر عن استعداد بلاده من أجل المساهمة بكافة الأشكال في الخطوات من أجل إنجاح العملية السياسية في مصر وتحقيق الاستقرار في المنطقة برمتها، معتبرا مطالبات الشعوب من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل مشروعة. وأعرب الوزير التركي عن أمله بعودة الشرعية الدستورية والحكومة المدنية خلال أقرب وقت. قال أحمد فاروق أنصال رئيس جمعية التضامن مع المظلومين التركية إن الشعب المصري الذي خرج يدافع عن إرادته بالمظاهرات السلمية لا يمكن إسكاته. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في جمع من المتظاهرين من الأتراك الذين اعتصموا أمام السفارة السعودية في أنقرة منذ منتصف الليل وحتى الفجر للاحتجاج على ما وصفه بالدعم السعودي للانقلاب في مصر والتغاضي عن المجازر التي جرت يوم أمس. وفي تركيا ولكن الموضوع السوري، حيث انطلقت في مدينة إسطنبول اليوم المؤتمر الثاني لمنظومة وطن الخاص بسوريا بعنوان وطن نبنيه باحتراف وتميز بإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين، ويتضمن عددا من الورش بهدف تعزيز قدرات الأعضاء وتحسين مهاراتهم. ودعا ويسل يلماز الوالي التركي المسؤول عن شؤون اللاجئين السوريين في تركيا إلى النظر للموضوع بحيادية دون التعامل بها بازدواجية بالمعايير والتخلي عن دموع التماسيح والعمل بإنسانية واستغلال إمكانياتها للعمل على وقف إراقة الدماء في سوريا. رئيس المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جورج صبرا من ناحيته قال إن السوريين لم يستشيروا أحدا للقيام بالثورة
ولم يهتموا بالمصالح الإقليمية الذين كانوا مسؤولين عن جراح 40 عاما، وإنهم قرروا وضع حد لظلم النظام الذي له التاريخ، متسائلا ماذا قدم العرب والمسلمون والعالم المعاصر لسوريا بلد الحضارة. وفي الشأن المحلي، عقد المؤتمر الأكاديمي الداعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم بصنعاء جلسته الختامية لاستعراض الرؤى السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وقد تم استعراض عدد من المقترحات والتوصيات وكذا قراءة البيان الختامي للمؤتمر. وتعتبر الرؤى والأفكار المقدمة في المؤتمر الأكاديمي داعمة لتعزيز نقاط الالتقاء ووفق تحليلات موضوعية تدرك أبعاد الاهتمام بالقضايا المجتمعية. وسيعمل أعضاء المؤتمر الأكاديمي على إيصال هذه الرؤى والأفكار إلى فرق العمل المختلفة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتكون الرافد الأساسي للقرارات والحلول والمخرجات النهائية للمؤتمر في مختلف القضايا. افتتح وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل اليوم في بيت الثقافة بصنعاء المعرض التشكيلي الأول تحت عنوان زبيد بأتهامية، والذي ينظمه بيت الفن الزبيدي بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلا بصندوق التراث والتنمية الثقافية. ويهدف المعرض الذي يضم 135 لوحة فنية إلى التعريف بأعمال وإبداعات الفنانين التشكيليين من شباب زبيد الذين أسهموا في إبراز أهمية مدينة زبيد التاريخية والحضارية والعلمية والظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجه عملية الحفاظ على المدينة التاريخية. وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل قال في تصريح خاص لقناة سهيل إن وزيرة الثقافة البحرينية أبلغت الحكومة اليمنية أن دولة البحرين قد تكفلت بترميم مدينة زبيد التاريخية وتقديم الدعم الكامل ومساعدة زبيد بإعادتها إلى وضعها التاريخي السابق والمحافظة على إبقائها ضمن قائمة التراث العالمي. الواقع نحن الآن بالتعاون مع الدكتور منير بشراق مستشار اليونسكو بذل جهود من أجل الحديث مع وزيرة الثقافة البحرينية الأميرة مي، وأبدت استعدادها أنها الدعم اللازم لمدينة زبيد والمساعدة في إعادة زبيد إلى وضعها التاريخي السابق. وبالفعل نحن وجهتنا دعوة ونحن ذاهبون السبت القادم إلى البحرين من أجل التباحث في هذا الموضوع، وسنطلب فريق فني يأتي إلى زبيد ليقيم ويحدد الاحتياجات اللازمة من أجل الحفاظ على مدينة زبيد واستعادة وجهها التاريخي البشري. فزبيد عاصمة الحضارة، أنا أعتبرها عاصمة الحضارة الإسلامية، فنحن جسدنا كل هذه المعالم وجسدنا الأشياء الثقافية والاجتماعية والفلكلورية في لوحات في الجناح اللي فوق، ليتحدث هذا المعرض عن زبيد، عن حضارة زبيد، عن مكانة زبيد العالمية، ليتحدث عن إبداعات أبناء زبيد وحضارتها. مدير عام مديرية زبيد سعيد داود ناشد الحكومة سرعة النظر إلى مدينة زبيد، وخاصة بعد تعرضها إلى الأمطار الغزيرة والتي تهدم خلالها أكثر من 38 منزلا، توفي خلالها شخص واحد وجرح آخرون. وأفاد مدير زبيد في تصريح خاص لقناة سهيل إنه تم تشكيل لجان من السلطة المحلية للنظر بالأضرار التي تعرضت لها مدينة زبيد ورفعها إلى حكومة الوفاق لاتخاذ الإجراءات اللازمة. إنه الآن زبيد فعلا
تحت وطأة معينة وهي الأمطار الموسمية وما حصل لها من تضرر للمباني القديمة أو المعمارية. نحن الآن أمنا بتشكيل لجنة لتتبع هذه الأضرار، ولحد الآن تهدم 38 بيتا، تهدم 38 بيت وقتل أو شهد واحد، وهناك أضرار أيضا بشرية جرحى. نحن الآن نتوجه إلى الحكومة برئاسة الأستاذ باسم دوا على أن ينظر إلى زبيد ليست بنظرة الرحمة ولكن بنظرة المكلف، مكلف أن ينظر إلى زبيد وأن يهتموا بهذه المدينة، لأنها مدينة أيضا تراث عالمي وليس ولا يختص باليمن ولا يختص بزبيد أو بأبناء زبيد، وإنما هي عالمية. فنتمنى أن تكون جهود الدولة قريبة وخاصة بالأمطار الموسمية الآن، وأيضا عودة زبيد إلى المدن التاريخية. عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع على جثة مجهول على جثة مجهولة داخل فوهة الحرضة البركانية بمدينة دمت، حيث طفت الجثة على المياه الغائرة داخل الفوهة البركانية. وقالت مصادر أمنية إن الجثة عثر عليها عصر أمس الأربعاء عقب بلاغ من زائرين للفوهة الذين قالوا أنهم شاهدوها بالصدفة. وذكر المصدر أن الأشخاص الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية كانوا يعتقدون الجثة مجرد دمية أو لعبة أطفال، حتى جرى التأكد من ذلك بتدقيق النظر والتركيز على الزاوية التي تقع فيها الجثة. وتقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع متطوعين بمحاولة الجثة وبإمكانات بدائية تمثلت في بعض الحبال وغيرها، وفيما لم تتضح بعد هوية الجثة وملابسات واقعة الوفاة وطبيعة وصولها إلى قعر الفوهة، وعما إذا كانت انتحار أو بفعل فاعل. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. يوم جديد في مصر يتعهد بالوفاء للشهداء والقصاص من القتلة، وغدا جمعة الغضب. ميدان رابعة يختنق برائحة الموت، ومدينة أشباح تحت حراسة الشرطة والجيش. صنعاء تنتفض في مسيرات بعشرات الآلاف للتنديد بمجازر الإنقلابيين بحق أنصار الشرعية في مصر. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل.net. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.